السلام عليكم أعزائي الطلبة. تكلمنا في المحاضرة السابقة عن كينغدم بروتيستا، وبالأخص ذكرنا جنس البلازموديوم الذي يسبب حمى الملاريا، وذكرنا أيضا الناقل لهذا المرض والمضاعف ودورة الحياة وأنواعه بالتفصيل. في هذه المحاضرة سوف نتكلم عن كينغدم فانغاي، مملكة الفطريات. قبل أن ندخل في تفاصيل مملكة الفطريات والفطريات بشكل عام، هناك sometimes بعض المصطلحات لا بد من التعرف عليها، وهي mycology is the study of fungi، نقصد به العلم الذي يهتم بدراسة الفطريات. mycologist scientist who study fungi، العلماء الذين يدرسون الفطريات. المصطلح الآخر mycotoxicology study of fungal toxins and their effects، دراسة السموم الفطرية وآثارها. والمصطلح الأخير mycosis diseases caused by fungi، الأمراض التي تسببها الفطريات، وسوف نتكلم عنها في التفصيل. الفطريات، ما هي الفطريات؟ الفطريات هي كائنات حية واسعة الانتشار وتضم حوالي 100,000 نوع، لذلك وضعت في مملكة مستقلة تسمى مملكة الفطريات Kingdom Fungi. وتعتبر الفطريات كائنات يوكاريوتس حقيقية النواة، حيث نجد فيها أجهزة كولجي والفجوات العصارية والشبكة الأندوبلازمية وأيضا الميتوكوندريا والأجزاء الأخرى التي توجد في الكائنات والخلايا حقيقية النواة. وتتميز الخلايا الفطرية كمثيلاتها الخلايا النباتية باحتوائها على السيل وول، الجدار الخلوي. السيل وول made of chitin a carbohydrate same compound as exoskeleton of insects. الجدار الخلوي من مادة الكايتين، وهي المادة الأساسية في تركيب جدر خلايا الفطريات الحقيقية. وأيضا الكايتين هو نفس المركب الموجود في الهيكل الخارجي للحشرات. ماست مالتي سيليولار، معظم الفطريات تكون متعددة الخلايا مثل مشرومز والمولز، العفن والعش الغراب. سام يوني سيليولار، والبعض يكون أحادي الخلية، أي جسمه يتكون من خلية واحدة مثل اليست الخمائر. Body is made of filaments called hyphae. Hyphae form mycelium, a tangled mass that make up the fungi structure. يتكون جسم الفطريات من مجموعة من الخيوط تسمى الهايفي، وهذه الهايفي تشكل المايسيليوم، أي تتجمع الهايفي مع بعضها حتى تشكل لنا المايسيليوم الذي هو جسم الفطر، الفطر بحد ذاته. والمايسيليوم هو عبارة عن كتلة متشابكة تشكل بنية أو هيكل الفطريات. طبعا تتكاثر الفطريات بطرق عديدة، لا جنسيا، إما عن طريق الانشطار الثنائي وهو نادر الحدوث، أو بتكوين reproduce using spores، تكوين جراثيم لا جنسية اللي هي السبورس السبورات، وهو التكاثر الأكثر شيوعا، أو عن طريق التبرعم budding، كما أن العديد منها قد تتكاثر أيضا جنسيا عن طريق تكوين جراثيم جنسية، وسوف نتكلم عنها في هذه المحاضرة. Structure of fungi، يتركب جسم الفطريات من الهايفي thin strands of cells that makes up the fungus body، هي خيوط رقيقة من الخلايا التي يتكون منها جسم الفطريات. أيضا يحوي structure على المايسيليوم body of fungus thick masses of hyphae. المايسيليوم هو جسم الفطريات، وهو عبارة عن كتلة سميكة من الخيوط. ذكرنا أن مجموعة الهايفي تشكل جسم الفطر الذي نسميه المايسيليوم. بالإضافة إلى ذلك يحوي الستركتشر على الفروتينج بودي refers to the mushroom itself. A reproductive structure creates spores. الفروتينج بودي يشير إلى الفطر نفسه كما موضح أمامكم في الصورة، وهي بنية تناسلية تفرز الجراثيم السبورز. Fungal hyphae may be septate or aseptate، الخيوط الفطرية إما أن تكون مقسمة بحواجز عرضية إلى خلايا، هذه الخلايا إما أن تحتوي على نواة واحدة أو نواتين أو عدة أنوية.
أو تكون غير مقسمة وتعرف بالمدمج الخلوي سينوسايتك. تتشابك الخيوط الفطرية مع بعضها وتكون المايسيليوم. هايفي أوف سيبتيت فانجاي هاف كروس وولز كولد سيبتا إكزامبل بنسيليوم. الفطريات التي تمتلك جدران أو حواجز عرضية مقسمة نطلق عليها السبتة مثل فطر البنسيليوم. هايفي أوف أسيبتيت فانجاي لك كروس وولز سينوسايتك إكزامبل ميوكر. أي الفطريات التي تفتقر إلى الجدران العرضية تسمى بالسينوسايتك مدمج خلوي مثل فطر الميوكر العفنة. توضح هذه الصورة والصورة التي قبلها two forms of hyphae. نلاحظ في النوع A septate hyphae كما تلاحظون cell wall والسيبتوم والنيوكلي. هنا الخيوط الفطرية انقسمت بحواجز عرضية إلى خلايا، هذه الخلايا احتوت على نواة واحدة. أما في النوع B sinusitic hyphae نلاحظ افتقار هذا النوع إلى السيبتوم كما تلاحظون السيل وول والنيوكلي بدون سيمبتوم أي بدون حواجز عرضية. الصورة التي أمامكم توضح فطر البنسيليوم الذي ذكرناه هو مثال على الفطريات التي تكون الخيوط الفطرية مقسمة بحواجز سيبتيد. يتسبب هذا الفطر كما موضح في الصورة في إصابة الثمار بالعفن الأزرق أو الأخضر، حيث تنمو بعض أنواعه على الفواكه والخضروات وخصوصا الليمون والبرتقال ويسبب تلف هذه الفواكه. بالإضافة إلى هذه المضار يمتلك بعض الفوائد، حيث بعض أنواعه قد تنمو مترممة على الجبن وتدخل في صناعة الجبن الأزرق أو جبن الريكفورد. بالإضافة إلى ذلك يتم استخلاص مضاد حيوي منه يسمى البنسلين نسبة إلى اسم الفطر، ويعتبر البنسلين أول المضادات الحيوية المستخدمة في العلاج. هذه الصورة توضح فطر الميوكر الذي ذكرناه هو مثال على الفطريات التي تكون الهايفي أسيبتيت غير مقسمة بحواجز، حيث تكون بشكل شعيرات أنبوبية دقيقة كما موضح في الصورة، تحمل مباغات كروية سوداء اللون شبيهة بالقطن. Fungi classification تصنيف الفطريات classified by method of reproduction تصنف الفطريات اعتمادا على طريقة التكاثر إلى أربعة أنواع. النوع الأول zygomycetes الفطريات الاقترانية أو الزيغوتية. sexual reproduction zygosporongia تتكاثر هذه الفطريات جنسيا عن طريق تكوين أبواب اقترانية. من الأمثلة عليها فطر عفن الخبز حيث عندما تكون الظروف ملائمة يتكاثر جنسيا ويحدث ذلك عن طريق اتحاد نهايتا خيطين فطريين وتندمج كل نواتين من خيطين فطريين معا فتتكون بويضة مخصبة بوغية. النوع الثاني بازيدومايسيتس الفطريات البازيدية أو الدعاميات sexual reproduction بازيديا تتكاثر هذه الفطريات عن طريق تكوين جراثيم بازيدية محمولة على تركيب يدعى البازيديوم أو الدعامة. أيضا تتكاثر هذه الفطريات لا جنسيا بتكوين جراثيم كلاميدية وهي تراكيب خضرية في الظروف الملائمة لتعطي فطرا جديدا. من الأمثلة على هذه الفطريات فطر عش الغراب وفطر العرجون وأنواع أخرى. النوع الثالث أسكومايسيتس الفطريات الزقية أو الكيسية sexual reproduction أسي تتكاثر هذه الفطريات عن طريق تكوين أبواغ زقية كيسية ومنها جاءت التسمية، كما تتكاثر لا جنسيا عن طريق تكوين أبواغ كونيدية. من الأمثلة على هذه الفطريات فطر الكمأ ترافل حيث يكون ثمارا زقية تحت سطح الأرض. النوع الرابع ديترومايسيتس الفطريات الناقصة وهي فطريات لم يكتشف التكاثر الجنسي فيها بعد ولهذا سميت بهذا الاسم، حيث تتكاثر لا جنسيا بواسطة الأبواغ الكونيدية مثل فطر الألتناريا الذي يوجد في المناطق السوداء حول عمق الطماطم التالفة. Reproduction in fungi التكاثر في الفطريات sexual جنسي
forming of zygospores, ascospores or basidiospores. وقد تكلمنا عن هذه طرق التكاثر بالتفصيل. Asexual reproduction, تكاثر لا جنسي عن طريق البادينج أور الفيشن، تكاثر بالتبرعم أو الإنشطار، أو asexual spores, تكاثر لا جنسي عن طريق السبورات formed on or in specialized structures. هذه الصورة توضح التكاثر في المشرومز. Mushrooms reproduce using spores. المشرومز يتكاثر باستخدام السبورات. Spores are small reproductive cells released from the gills. السبورات هي خلايا تكاثرية صغيرة تتحرر من الخياشيم كما موضح في الصورة. Mushrooms can also reproduce when hyphae break off and grow on their own. بالإضافة إلى ذلك يمكن أن يتكاثر المشرومز عندما تنكسر الهايفي وتنمو من تلقاء نفسها.